على سلامتكم، تحية لرابطة مشجع الوحدات وموقع فيفا وحدات، تحية بذكريات الدربيات أبو سعدو وأحمد علي عبد الله. شكرا لما قدمتموه لي طيلة سنوات إقامتي ومكوثي معكم في عمان بالأردن. تابعت أيضا على اليوتيوب اللي عملتوه، اللمحة الفنية والكلام ممكن تقال، وركبت عليه طبعا صور فريق الوحدات. إن شاء الله نتمنى سنة سعيدة للكرة الأردنية، إن شاء الله تكون سنة موفقة على المستوى الرياضي أيضا لفريق الوحدات، وإن شاء الله كل عام وأنتم حين بخير، سنة طيبة، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. نتابع فيكم في الموقع سواء الرابطة سواء الفيفا وحدات، وما ننساش سنواتي في عمان وتكريمي من قبل الأندية الكبيرة في الأردن ومن بينها الفريق الوحداتي المارد الأخضر وذكرياتي مع رأفت علي. فإن شاء الله كل عام وأنتم حين بخير ومتوفقين وفايزين إن شاء الله. أخوكم عصام الشوالي.